ناموس للجميع. تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية، ويتواصل الزميل سعيد بن سالم المالكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، شكرا للزميل صالح الكربي. مشاهدينا الكرام، المنافسات تستمر والانطلاقات المسائية المميزة تستمر في أول يمسيات هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. ينطلق شوطنا التاسع الخاص باللقاية لبكار. جائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة قيمة سيارة نقدية. بالانتظار نسير مع هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء والشعارات الكبيرة مباشرة مع الصدارة، مع المركز الأول الفائزة. من تفتتح النداء والإذاعة بشعار سالم بن حمد بن سالم بن هدفة، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة، بينما النقلة والدور مع المركز الثاني. القدوم من الشايبة فهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، من يقدم لنا اندفاعة الشايبة مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصول وتقدم من الركيات بشعار فهد بن علي بن عبد الله المهندي، من يقدم لنا اندفاعة الركيات مع المركز الثالث والمركز الرابع. من الجانب الآخر القادمة دوا بشعار محمد بن ناصر بن سعيد العيدة، من يقدم لنا دوا مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس الوصول والتقدم في هذه اللحظات من الشهاد سالم بن سعيد بن مصبح بن مطر النعيمي، من يصل في هذه اللحظات ويقدم لنا شعاره. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة التي تحمل لنا هذه الأسماء الرائعة والكبيرة. مشاهدينا الكرام، في أمسية تراثية والأروع يشهدها ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي توافدوا إليه أهل الهجن من شتى دول مجلس التعاون الخليجي، حرصا على هذا، على المشاركة في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. العودة هناك مع البداية، العودة مع الصدارة، مع المركز الأول، مع صدارة هذا الشوط. البداية اللي غيرت الشايبة، انتقلت الشايبة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول. فهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، من يقدم لنا شعاره، من يقدم لنا انطلاقة هذا الاسم المميز والكبير، بينما ثاني التحديات المركز الثاني. القدوم والوصول في هذه اللحظات، من القادمة في هذه اللحظات؟ شوف هذه الأسماء، وصول وتقدم من مواثيق عبد الله بن محمد بن حزام بن انديلة، من يصل مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار العيدة يتواجد أيضا من خلال حضور هذا الاسم المميز دوا محمد بن ناصر بن سعيد العيدة. وصل شعار بالعثة من الجانب الآخر، يطمع بنقطة أخرى في هذه الأمسية التراثية الجميلة قادمة في هذه اللحظات. شواهين العثة بالخزع، بالعثة العامري القادم، مع انطلاقة ايضا حضور شواهين، بينما المركز الرابع القادمة والواصلة بروج القادمة بشعار فيصل بن شفيع بن سعيد آلف هيدة او بروج القادمة في هذا المسار. هكذا هي الاسماء الخمسة الاولى المتقدمة في هذا المسار المميز والكبير. مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الاصالة، محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، شوف هذه الأسماء المميزة الحاضرة الباحثة عن تسجيل نقطة أيضا في هذا المهرجان الكبير، صدارة الشوط. هنا شعار العجمي مع الشايبة فهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، من يقدم لنا الشايبة، من تقود الأسماء والتحديات الأولى، بينما ثاني أيضا الأسماء القادمة في هذه اللحظات المنطلقة شواهين العثة بالخزع بالعثة العامري والمركز الثالث. وصول وتقدم في هذه اللحظات من مواثيق عبد الله بن محمد بن حزام بن انديله، شوف القدوم ايضا، وصلت في هذه اللحظات وتقدمت سياسه حمد بن محمد بن سالم بن هويمن العامري، يصل ليقدم لنا انطلاقه سياسه، بينما من الجانب الاخر من عمق الميدان يتسلل شعار العيده مع دوا بشعار محمد بن ناصر بن سعيد العيده. شعار المريخي ايضا قادم من ميمنه الميدان،
يتسلل ايضا من خلال تقدم هذا الاسم في هذه اللحظات، ولكن العودة الى صدارة الشوط، العودة الى المركز الاول، الى البداية الشايبة مع الصدارة الشايبة، القائدة للاسماء، القائدة للتحديات الاولى، من تقود الاسماء يا سلام. هنا مع البداية بشعار فهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، ولكن وصل بن ضاحي، وصل العميمي يطمع بنقطة اخرى في هذا المساء. ما شاء الله، شوف هذا الاقتحام المميز من ضجة عبد الله بن سيد بن محمد بن ضاحي العميمي. الله يا سلام، تدشن الاجواء الاخيرة، اجواء الكيلومتر الاخير، وصل شعار العطية في اول ندى في مسار هذا الشوط مع انطلاقة سويغة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية القادمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة، ولكن بن ضاحي يقدم لنا ضجة مع الصدارة، مع المركز الاول، مع صدارة هذا الشوط عبد الله بن سيف بن محمد بن ضاحي العميمي. ما شاء الله على هذا الاداء المميز والكبير، ولكن العطية قادم مع صويغة القادمة مع ثاني التحديات عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مع المركز الثاني في هذه اللحظات. الله يا سلام، ولكن ضجة، ضجة مع الامتار الاخيرة والخطيرة مع البداية عصاها في البطان. الله الله الله، ضجة هنا مشاهدينا الكرام، تقود الاسماء صويغة قادمة بشعار العطية، ولكن ضجة مع بن ضاحي العميمي، العميمي مع الصدارة، مع الامتار الاخيرة العطية يقدم صويغة، ولكن ضجة، ضجة مع الامتار الاخيرة، مع الامتار الخطيرة تحكم القبضة على ناموس هذا الشوط من خلال حضورها المميز. ضجة مع الصدارة، مع المركز الاول العميمي، صويغة مع المركز الثاني عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية تشكل الخطورة مع الامتار الاخيرة، ولكن ضجة، ضجة مع الامتار الاخيرة صويغة، ولكن خلاص العميمي يحسم الامور. سلام العميمي، سلام، سلام سويحان، سلام، تهانينا والناموس. والنقطة الثانية لشعار العميمي، من قدم لنا ضجة، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار مشاهدينا الكرام. ضجة من تخطف ناموس هذا الشوط عبد الله بن سيف بن محمد بن ضاحي العميمي، تهانينا على هذا الفوز. بينما صويغة اللي ما قصرت في هذا الشوط ايضا بشعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، المركز الثالث كان الوصول، المركز الثالث مشاهدينا الكرام كان الوصول من شهاد بشعار سالم بن سعيد بن مصبح بن مطر النعيمي، والمركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الكرام انذار عمير بن عبد الله بن سالم بن خادم القبيسي، والمركز الخامس، المركز الخامس حفلة سعيد بن عبد الله بالطير العامري. اذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر شعار بن ضاحي من قدم من هذه الاسماء المميزه. والنقطه الثانيه في هذا المساء، 7 دقائق و41 ثانيه، 56 جزءا من الثانيه، تهانينا والناموس، واسعد الله مساكم يا اهالي سويحان على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس لعبد الله بن سيف بن محمد بن ضاحي العميمي. بينما المركز الثاني كان الوصول مع صويغه، 7 دقائق و41 ثانيه، 86 جزءا من الثانيه، تهانينا والناموس لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه. بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام كان الوصول من اشهاد القادمه مع المركز الثالث، توقيتها زمني يا مخرجنا المميز، 7 دقائق 47 ثانيه، 60 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لسالم بن سعيد بن مصبح بن مطر النعيمي، تهانينا والناموس للجميع.